إقليم دارفور يقع غرب السودان وينقسم إلى ثلاث ولايات: شمال دارفور وغرب دارفور وجنوب دارفور. عرف الإقليم كثيراً من الصراعات بين الرعاة والمزارعين، غذتها الانتماءات القبلية لكل طرف. المنطقة شهدت حرباً دامية اندلعت في فبراير عام 2003 عندما اتهمت حركتان مسلحتان الحكومة السودانية باضطهاد سكان دارفور من غير العرب. أدت حرب دارفور لمقتل مئات الآلاف من المدنيين، واتهم بسببها الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية. قبائل دارفور تنقسم إلى مجموعات من القبائل المستقرة وتشكل 75% من السكان، والقسم الباقي من القبائل الرحل. لدارفور أهمية لقوات الردع السريع، فأصولها تعود للإقليم عندما كانت بمسماها القديم تقاتل الحركات المناهضة للحكومة السابقة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.